أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بالمحامد كلها، هو أهل للحمد، هو أهل للثناء، وأهل للشكر، هو أهل للتقوى، هو أهل للمغفرة. وصلاة وسلام تامين دائمين بدوام ملك الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله رسول الله، المبلغ عن ربه بالحق والهادي الصراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، متتبعي ومتتبعات قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا يا رب، برنامج ديال الدعاء يا رب. هذا النداء العلوي الخالد كيقولوا الإنسان، كيعبر به على أنه محتاج الله تبارك وتعالى، على أنه مفتقر الله تبارك وتعالى. يا رب هي اللهم، اللهم هي يا الله، يا رب يا سيدي يا ربي، كيقولها الإنسان كيعبر بها على افتقاره لسيدي ربي سبحانه وتعالى، وكيعبر بها على قضية أخرى مهمة جدا أنا قلتها وكنعاود نقولها، على أنه كيعترف بالعبودية ديالو لسيدي ربي سبحانه وتعالى. وهذا الشيء راه مهم جدا، راه الإنسان اللي كيعترف بالعبودية ديالو لسيدي ربي سبحانه وتعالى، وأن سيدي ربي هو الرب ديالو، هو الإله ديالو، هو اللي كيستحق العبادة، هذه راه عاصمة من النار، كتحفظ الإنسان من النار. لأن التوحيد هو هذا، الإخلاص هو هذا. اليوم نقف مع واحد الدعاء علمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، تيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ، ومن أعوذ؟ أستجير. في القرآن الكريم هاد الكلمة ديال أعوذ منشودة بزاف، كاين المعوذتين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، أعوذ أستجير بالله، أطلب جوار الله أن يعيدني، أن يحفظني من شر الناس، يقول برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. ومنين بغيو كنبغيو نقراو القرآن لا بد من الاستعادة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستجير بالله من الشيطان الرجيم، من نفثه وهمزه ووسوسته. السيدة مريم لما تولدت أمها اش قالت؟ قالت ربي إني وضعتها أنثى، الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كنت، ثم قلت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي أطلب جوارك، نطلبك يا سيدي ربي تحفظها هي والذرية ديالها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. إذا اللهم يا الله يا رب أنا أعوذ بك، أي أستجير بك من زوال نعمتك. وهذا واحد الأمر مهم أيها السادة الأفاضل، أيتها السيدات الفضليات، مني نكونوا كناكلوا كنقولوا بسم الله، مني كنساليوا كنقولوا الحمد لله، وتنقولوا اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. كتكون في حالة مزيانة، لابس مزيان، واكل مزيان، شرب مزيان، تذكر باللي سيدي ربي اللي عطاك. أنا هذا الشيء كنقوله لنفسي وكنقوله لخوتي، راه حنا في واحد النعمة كبيرة، كنستنشقوا الهواء بلا تعب. كاينين الناس مساكن عندهم داك لازم اللي كيوصل بهم واحد الحالة أنه ما كيقدرش يطلع النفس، كاينين الناس في المستشفيات ما بقاش يقدر يتنفس، لابد من واحد الآلة. فالإنسان اللي كيكون في هذا الحال كيطلب كيقول يا ربي اللهم أديمها نعمة. كاين الإنسان بصحته كيتحرك كيقول الحمد لله، راه كاينين الناس اللي ما كيقدوش يتحركوا. كاين الإنسان شتي هاد الصبعان هادو ها هما كتقد تهز بهم شي حاجة أنت بلا آلام بلا تشي. كاين الإنسان مسكين اللي وصل ولا عنده داك المرض في يديه
ما كيقد شي يجمعي باش يهزي خصو باش يبغي يهز شي حاجة. هذه من الأمور اللي احنا كنعيشوها واحد النعم وما كنردو لهاش البال، ما كنردو لهاش البال. الصحة نعمة كبيرة، نعمة كبيرة. الأولاد نعمة كبيرة، الزوجة صالحة نعمة كبيرة، كتحط راسك في المخدة وديك النعاس نعمة كبيرة، كتنوض مني كتشبع نعاس كتنوض كتتوضى وتصلي كتسمع الأذان كتنوض كتتوضى وكتصلي وكتصلي وانت وقاد تصلي. هذيك القدرة ديالك على أنك توضى وتمشي وتصلي وانت كتصلي كتنوض كتقرا وكتركع نعمة كبيرة. كتركب في السيارة ديالك كتسوقها نعمة كبيرة، كيسوق بك شي حد نعمة كبيرة، كتنقل من مكان إلى مكان نعمة كبيرة، كتخرج للطبيعة وكتشوف ديك الطبيعة وعينك كتتملى بديك الطبيعة نعمة كبيرة. الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة نعمة كبيرة على قلة ذات اليد. الإنسان عنده خبيز وزبيدة خبيز ومريقة وكياكل وكيشرب وكيحط راسه وكيدي الناس راه نعمة كبيرة. راه شفنا صور الإنسان كيخرج بدك الشيء اللي عنده باش يشري خنشة ديال الروز باش يوكل وليداتو ما كيلقاهاش، يبيع السيارة ديالو ويبيع دارو باش يوكل. ولهذا الدعاء راه مهم جدا. اللهم إني أعوذ أستجير بك أطلب حمايتك من زوال نعمتك، يعني من زوال ديال النعمة. ولهذا في الدعاء كنقولوها ما كناكلو ولا كنشرب، اللهم أدمها نعمة، أديمها دومها واحفظها من الزوال. وكنقولوا اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. ربي عطاك كتطلب سيدي ربي ما يسلبش منك ما يحيدش منك. واستمرار النعمة مقيد بالشكر، دوام النعمة مقيد بالشكر. احنا كندعو الله يدومها نعمة، ولكن الشكر يكون باللسان ويكون بالفعل، كتصرف ديك النعمة فيما يرضي الله. والصدقات أعطي باش ربي يلوم عليك، أعطي كما أعطاك سيدي ربي وأحسن كما أحسن الله إليك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. العافية هي الصحة، تحول عافيتك. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. والعافية أيضا ضد البلاء، ضد البلاء. الإنسان ما عمره كيطلب البلاء، ما عمر المؤمن يطلب البلاء، كيطلب العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ولكن إلا جا البلاء وقدر الله تبارك وتعالى الإنسان كيصبر، المؤمن كيصبر مع البلاء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أستجير بك، أحتمي بك، كنتحامى بك باش هذيك النعمة ما تحيدش. حفظها يا سيدي ربي، خليها، حفظها من الزوال. هو هذا وتحول عافيتك، العافية منك يا سيدي ربي، بدل البلاء تولي، بدل العافية البلاء، تحول العافية ويجي البلاء. كنطلبك يا سيدي ربي يعني تحفظني من البلاء وتحفظني من تحول العافية وفجأتي نقمتك. النقمة يعني الانتقام ديال سيدي ربي، كيجي مفاجأة، كيكون الإنسان ما بيه ما عليه، هو مرتاح بخير وعلى خير، رزق وفير والرحمة والراحة وكل شيء مزيان، وهو ما ردش البال. كتجي النقمة، كتجي المصائب تتوالى وحدة مرة الأخرى، وما كيكونش الإنسان دير لها الحساب وما كيكونش يعني رد لها البال. فكي يعني وهذه واحد الحالة يعني الإنسان كيتعب فيها، كيتألم فيها. بعد ما كيكون في حالة الغنى كيولي في حالة الفقر، بعد ما كيكون في حالة الصحة كيولي في حالة المرض، بعد ما كيكون في حالة الجاه معمر كل الناس كيعرفوا كيولي نكيرة ما معروفش، وكينصرفوا عليه الناس، لأنه الناس والعياذ بالله كاين الناس اللي كيعرفوا بنادم غير ملي كيكون في حالة ملي كيبقاش في ديك الحالة ديال الوجاهة، حتى واحد كيبقى يسول فيه. فتحول الحال من حال إلى حال، الإنسان كيطلب الله سبحانه وتعالى يبعد عليه هذه الأمور الثلاثة. اللهم إني أعوذ بك من زوال النعمة، زوال النعمة ياك، ثم تحول العافية، ثم فجأة النقمة، بمعنى كتجي بلا ما تدير لها الحساب. سيدي ربي سبحانه وتعالى ملي كيبغي ينتقم من شي حد كينتقم منه كي يعني
وهو في الاوج ديال القوه ديال الطغيان ديالو. حنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى بعدنا من الطغيان وبعدنا من وبعدنا من الصلابه وديك 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 ديك 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 الاستعلاء. يبعدنا من الله تبارك وتعالى، يعمر قلبنا بالله. سيدي ربي كنطلبوا منه يعمر قلبنا به، وباش نبقاو ديما رادين يعني متواضعين لله تبارك وتعالى ومتواضعين لخلق الله تبارك وتعالى. ولكن كنطلبوا من سيدي ربي سبحانه وتعالى في الدعاء ديالنا انه يدوم علينا النعمه ويدوم علينا العافيه ويعني وما يفاجئناش بشي نقمه من عنده للذنوب ديالنا. ثم وجميع سخطك، يعني نعوذ بك من جميع سخطك. وما معنى نعوذ بك من جميع سخطك؟ نعوذ بك من الاعمال التي تؤدي الى سخطك. كاع الحاجه اللي غيمكن توصلنا للسخط ديالك بعد عندنا وقربنا يعني من الناس المرضين، قربنا من الاعمال التي ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع له اللي وقع له في الطائف قال في ذاك الدعاء ديالو وهو متوجه الى الله تبارك بعد ما تسدت البيبان، قال في الدعاء ديالو: ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. يعني كيطلب الله سبحانه وتعالى يعني انه يبعد عليه الغضب ديالو والسخط ديالو، وهو راه راضي بداك الشيء اللي قسم الله تبارك وتعالى، ولكن كيطلب سيدي ربي يبعد عليه الغضب والسخط. نعاود نقراو هذا الدعاء هذا: اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك، اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك. يا الله يا الله يا رب العالمين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.